لا يبدو اليمن بخير، هذا ما تقوله كل المؤشرات والنظر التي تؤكد أن حياة ملايين اليمنيين باتت في خطر. تحذير برنامج الغذاء العالمي من نفاد المخزون الغذائي خلال 3 أشهر يدق ناقوس الخطر في حياة اليمني الذي ينام على جرح ويستيقظ على آخر. تقول المديرة التنفيذية للبرنامج أرثرين كازين أنه بعد 3 أشهر من الآن من غير المعروف كيف سيدبر السكان احتياجاتهم الغذائية. تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية تفيد بأن هناك 10 محافظات في اليمن وصل فيها الأمن الغذائي إلى حافة المجاعة، في حين دخلت 3 محافظات هي الحديدة وتعز وصعدة مرحلة الخطر أو المجاعة المعلنة. وكأن الحرب وحدها لا تكفي، حيث تمضي المجاعة في سباق محموم مع الكوليرا لترسم مصير اليمني في بلد دخل المأساة من أوسع أبوابها منذ الانقلاب والاجتياح. تشرق الشمس بمأساة وتغرب بمأساة في يوميات أقل ما يمكن وصفها بعذابات الكتلة السكانية الأكبر في الجزيرة العربية، بل وفي أكبر حالة طوارئ غذائية في العالم وفقا لتوصيف مسؤولي الأمم المتحدة، غير أن هذا وحده لا يكفي، إذ بحسب خبراء الصحة فإن من المتوقع أن ترتفع الإصابات بالكوليرا إلى 150 ألفا في الأشهر 6 المقبلة. يشهد اليمني نقصا حادا في الخدمات الصحية، ومعه يرتفع تهديد الأمراض والأوبئة، فخلال أقل من 2 شهر قتل وباء الكوليرا أكثر من 600 شخص، فيما يعاني أكثر من 70 ألفا من المرض ذاته، ثلثهم من الأطفال بحسب منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. التحذيرات الأممية من تدهور أكبر للأوضاع في اليمن خبر يمضي في سياق الأخبار التي عادة تطغى عليها تفاصيل الحرب وأمور السياسة، في ظل عجز حكومي وتخاذل دولي واستثمار الانقلابيين لمأساة اليمنيين المستمرة.